لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية، ونحن نقرأ مختصرة، فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة آية والسابقون السابقون على إمامة علي رضي الله عنه. قال الرافضي البرهان السادس عشر قوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون. أول حاجة نقول رد على ذلك إن الآية فيها إيه؟ جمع، مش كده؟ والسابقون السابقون، يبقى لو هتشمل أي حد غير علي من السابقين يبقى إيه؟ يبقى إمام، وهذا مستحيل. روى أبو نعيم عن ابن عباس في هذه الآية سابق هذه الأمة علي بن أبي طالب. روى الفقيه ابن المغازلي الشافعي، إن هو مش معروف الكتاب ده أصلا، عن مجاهد عن ابن عباس في قوله والسابقون السابقون قال سبق يوشع ابن نون إلى موسى، وسبق موسى إلى هارون. دي أعجب، لأن موسى مرسل قبل إيه؟ قبل هارون، وموسى أعظم منزلة من هارون، وهارون عليه السلام إنما صار نبيا بدعوة أخيه موسى صلى الله عليه وسلم وجعل لي وزيرا من أهل. يقول وصح وسبق صاحب ياسين إلى عيسى، وصاحب ياسين على يعني قول من يقول أنهم رسل المسيح عليه السلام. فالرسل رسل المسيح، لو أولا لو كان بعد زمن المسيح فرسل المسيح إلى الآفاق أسبق من إيه؟ من صاحب ياسين. وثانيا أنه لم يثبت أن هذا كان في زمن المسيح عليه السلام أو بعده، لأن الله سماهم فأرسلنا إليهم اثنين، ربنا الذي إيه؟ أرسل وليس المسيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه إيه؟ نبي. يعني كل أجزاء الحديث المدعى دي مستنكرة. ويقول وسبق علي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الفضيلة لم تثبت لغيره من الصحابة، فيكون هو الإمام. نحن قلنا ده الحديث، ده الآية نفسها صيغة جمع، فكيف يقال ليس لم تثبت لغيره؟ طب وكل فضيلة لم تثبت إلا لواحد يكون هو الإمام، فأبو بكر كان صاحبه في الغار، لم تثبت لغيره فيكون هو الإمام. يعني وجه غباء في الاستدلال. طبعا أول حاجة هنحتج بها إيه؟ الإسناد، هتقول صحة الإسناد، فإن هذا كذب عند أهل العلم بالنقل. الجواب من وجوه، أحدها المطالبة بصحة النقل، فإن الكذب كثير فيما يرويه هذا وهذا، اللي هو أبو نعيم وابن المغازلي الذي لا يعرف له كتاب في يعني مشهور حتى يصح أو يكون له إسناد. الثاني أن هذا باطل عن ابن عباس، ولو صح عنه لم يكن حجة إذا خالفه من هو أقوى منه. الثالث أن الله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والسابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقتلوا
الفتح ده سواء كان صلح الحديبية وهو الراجح أو فتح مكة، فهو مجموع الذين أسلموا وأنفقوا وقاتلوا، الذين هم أفضل ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل، ودخل فيهم أهل بيعة الرضوان، كانوا أكثر من 1400، فكيف يقال إن سابق هذه الأمة واحد؟ الرابع قوله هذه الفضيلة لم تثبت لغيره من الصحابة ممنوع، فإن الناس متنازعون في أول من أسلم، فقيل أبو بكر أول من أسلم فهو أسبق إسلاما من علي، وقيل إن عليا أسلم قبله، لكن علي كان صغيرا وإسلام الصبي فيه نزاع بين العلماء، ولا نزاع في أن إسلام أبي بكر أكمل وأنفع، فيكون هو أكمل سبقا وأسبق على الإضلال على الإطلاق وأسبق على الإطلاق، يقول فيكون هو أكمل سبقا بالاتفاق وأسبق على الإطلاق على القول الآخر، أسبق على الإطلاق على القول الآخر الذي يقول أن أبو بكر أسلم قبل إيه؟ أن أبا بكر أسلم قبل علي. الراجح أن إسلام الصبي يعتد به، يعتد بإسلام الصبي المميز، وأن علي بن أبي طالب أسلم يعني أول من أسلم من الصبيان، وفي الحقيقة نقول أول من أسلم على الإطلاق خديجة، لأن أول ما أتاها من غار حراء قالت والله لا يخزيك الله أبدا، وتاني حد أسلم مين؟ ورقة بن نوفل، ماشي كده؟ يبقى إذن هذه كيف يقال لا 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 يشركه فيها غيره؟ فأبو بكر أسبق منه لأنه كان رجلا في ذلك الوقت وحمى النبي صلى الله عليه وسلم وأنفق عليه وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، حيث قال إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. يبقى إزاي تقول إن ليس لم يشركه أحد في هذه الفضيلة؟ يقول فكيف يقال علي أسبق منه بلا حدة تدل على ذلك. فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة آية الذين آمنوا وهاجروا على إمامة علي رضي الله عنه. قال الرافضي البرهان 17، ما يقعدوا يجيبوا على كل آية لا علاقة لها بالإمامة يقول عليها إيه؟ برهان. قوله تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. روى رزين ابن معاوية في الجمع بين الصحاح الستة أنها نزلت في علي لما افتخر طلحة بن شيبة والعباس، وهذه لم تثبت لغيره من الصحابة. عجيب والله، يعني مش مؤمنين تاني؟ ربنا قال إن الذين آمنوا وإيه؟ وهاجروا وجاهدوا، ما فيش حد عمل الكلام ده إلا علي بن أبي طالب، عاقل يقول هذا الكلام؟ كل ثبتت لكل من آمن وهاجر وإيه؟ وجاهد في سبيل الله. يقول هذه لم تثبت لغيره فيكون أفضل فيكون هو الإمام. الجواب من وجوه، أحدها المطالبة بصحة النقل. رزين قد ذكر في كتابه أشياء ليست في الصحاح، يعني أخرجه رزين لا يلزم منه صحة الإيه؟ الحديث. الثاني أن الذي في الصحيح ليس كما ذكره رزين، بل الذي في الصحيح ما رواه النعمان بن بشير، قال رواه مسلم ده، قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل لا أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال الآخر لا أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم، فزجرهم عمر
وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، أخرجه مسلم. وهذا الحديث يقتضي أن قول علي الذي فضل به الجهاد على السدانة والسقاية أصح من قول من فضل السدانة السادن اللي هو مع المفاتيح مفاتيح الكعبة والسق معه مفاتيح الكعبة، وأن عليا كان أعلم بالخلق. السقاية سقاية الحج اللي كان عليها بنو عبد المطلب، التانيين بنو شيبة اللي معاهم مفاتيح الكعبة بنو شيبة. قال علي أن عليا كان أعلم بالحق في هذه المسألة ممن نازعه فيها، وهذا صحيح. أما التفضيل بالإيمان والهجرة والجهاد فهذا ثابت لجميع الصحابة الذين آمنوا وهاجروا وجهدوا، فليس هاهنا فضيلة اختص بها علي حتى يقال إن هذا لم يثبت لغيره. الصيغة صيغة جمع، ومعلوم أن هناك من المهاجرين عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم، والمجاهدون كانوا كذلك كثر، فلا وجه الاستدلال بمثل هذا نهائيا. لولا الخذلان لما استدلوا بمثل هذه الخزعبلات. هذا طبعا الآيات ده يعني عظيمة القدر، لكن كلامهم هو الخزعبلات. فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة آية صدقة النجوى على إمامة علي رضي الله عنه. قال الرافضي البرهان 18 قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال من طريق الحافظ أبي نعيم إلى ابن عباس قال إن الله حرم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بتقديم الصدقة وبخلوا أن يتصدقوا قبل كلامه وتصدق عليه، ولم يفعل ذلك أحد من المسلمين غيره. ومن تفسير الثعلبي قال ابن عمر كان لعلي ثلاثة، لو كانت لي واحدة منهن كانت أحب إلي من حمور النعم، تزويده فاطمة وإعطاؤه الراية يوم خيبر وآية النجوى. ما يكون النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآن. وروى رزين بن معاوية في الجمع بين الصحيح الستة عن علي قال ما عمل بهذه الآية غيري، وبي خفف الله عن هذه الأمة. وهذا يدل على فضيلته عليهم فيكون هو أحق بالإمام. الجواب أن يقال أما الذي ثبت فهو أن علي رضي الله عنه تصدق وناجى، ثم نسخت الآية قبل أن يعمل بها غيره، ده ثابت صحيح، وده من إنصاف أهل السنة. الحاجة اللي لها إسناد صحيح يقولوا إيه صح، ودي فضيلة لعلي نعم، لكن الآية لم توجب الصدقة عليهم، لكن أمرهم إذا ناجوا أن يتصدقوا، فمن لم يناجي لم يكن عليه أن يتصدق. يعني الصدقة ما كانتش على كل واحد فيهم من غير سبب، فاللي عايز يناجي الرسول اللي عايز يكلمه سرا إيه يتصدق، بقت واجبة عليه. وإذا لم تكن المناجاة واجبة لم يكن أحد ملوما
إذا ترك ما ليس بواجب. ومن كان فيهم عاجزا عن الصدقة ولكن لو قدر لناجى فتصدق فله نيته وأجره. ومن لم يعرض له سبب يناجي لأجله لم يجعل ناقصا. يعني واحد لم يكن له حاجة في أن يناجي الرسول ويكتفي بالدرس، ده كان في الحقيقة هذا الأمر للتخفيف على الرسول صلى الله عليه وسلم. كل حد كان يجي يكلمه إيه ياخده على جنب ويكلمه ياخده على جنب لغاية ما ربنا عز وجل أراد أن يعلمهم أن هذا مما يشق جدا. أنت تخيل كده كل واحد يجي يقول له عايزك في كلمتي ويقعد معاه، ويجي التاني عايزك في ورئيس الدولة والمسلمين بيكتروا. فأمرهم الله عز وجل أن يتصدقوا، فأحجم الكثيرون وفهموا أن هذا الأمر يشق على الرسول صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه الذي عمل بهذه الآية أراد أن يناجي الرسول فقدم صدقة، وكان ذلك مما شق على الصحابة، فأنزل الله أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طبعا الأمر كان قد تحققت المصلحة بأن انتبه الصحابة إلى أن كثرة مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ تشق عليه. يقول ولكن من عرض له سبب اقتضى المناجاة فتركه بخلا فهذا قد ترك المستحب، ولا يمكن أن يشهد على الخلفاء أنهم كانوا من هذا الضرب. يعني أنت عايز تقول دي فضيلة لعلي لم تثبت لغيره، يبقى تجيب حد كان يريد أن يناجي وترك الصدقة لأجل أن لا ترك المناجاة لأجل أن لا يتصدق، هو ده اللي هتقول عليه أفضل منه. وإن كانت لا شك أن الآية فيها فضيلة لعلي، لكن هذا لا يلزم منه أنه أفضل من إيه؟ من غيره. فضلا أن لا يلزم من كونه أفضل من غيره أن يكون هو الإيه؟ الإمام والخليفة. يقول ولا يعلم أنهم كانوا ثلاثتهم حاضرين عند نزول هذه الآية، اللي هم الثلاثة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان، عشان تقولون علي مقدم إيه؟ عليهم. بل يمكن غيبة بعضهم ويمكن حاجة بعضهم ويمكن عدم الداعي إلى المناجاة، ولم يطل زمان عدم نسخ الآية حتى يعلم أن الزمان الطويل لا بد أن يعرض فيه حاجة إلى المناجاة، وبتقدير أن يكون أحدهم ترك المستحب فقد بينا غير مرة أن من فعل مستحبا لم يجب أن يكون أفضل من غيره مطلقا. وفي الترمذي مرفوعا لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يأمهم غيره، رواه الترمذي. وهذا كلام صحيح، وهذا في مرض النبي صلى الله عليه وسلم لم يأم الصحابة غيره. قال وتجهيز عثمان بألف بعير أعظم من صدقة علي بكثير كثير، فإن الإنفاق في سبيل الله كان فرضا خلاف الصدقة أمام النجوى فإنه مشروط بمن يريد النجوى، فمن لم يردها لم يكن عليه أن يتصدق. وقد أنزل الله في بعض الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة. إذن هناك في باب الصدقة هناك من تفرد بأشياء لم تقع من غيره. يعني فعلا مين اللي أنفق ألف دينار في سبيل الله؟ من يشرك عثمان؟ ليس هناك أحد يشرك عثمان، ما كانش ولا واحد من الصحابة معاه هذه الأموال في ذلك الوقت. وعليه 100 بعير بأحلى سعر وأقتبه،
وعليه 100 بعير وعليه 300 بعير، يعني 3 ديات. ما كانش الصحابة رضي الله عنهم معاهم في أموال، وكما ذكرنا كل واحد له فضائل ليس له غيرها، لا يلزم منه أن يكون هو الإيه؟ الإمام. أخرجه الترمذي بس مش عارف سنة نطلعه هذه. وبالجملة فباب الإنفاق في سبيل الله وغيره لكثير من المهاجرين والأنصار فيه من الفضيلة ما ليس لعلي، فإنه لم يكن له مال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة آية واسأل من أرسلنا قبلك من رسولنا على إمامة علي رضي الله عنه. قال الرافضي البرهان 19 واسأل من أرسلنا من قبلك، هي من قبلك ولا قبلك؟ واسأل من أرسلنا قبلك من رسولنا. قال ابن عبد البر أخرج أبو نعيم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به جمع الله بينه وبين الأنبياء ثم قال سلهم يا محمد على ما بعثتم؟ قالوا بعثنا على شهادة أن لا إله إلا الله وعلى الإقرار بنبوتك والولاية لعلي بن أبي طالب. والولاية لعلي بن أبي طالب، هذا الكذب والزور، هذا صريح بثبوت الإمامة لعلي كما يدعي. والجواب من ولو أحدها المطالبة في هذا وأمثاله بالصحة، وقولنا في هذا الكذب القبيح وأمثاله المطالبة بالصحة ليس بشك منا في أن هذا وأمثاله من أسمج الكذب، سمج وأقبحه، ولكن على طريق التنزل في المناظرة. يقول ولكن على طريق التنزل في المناظرة، وأن هذا لو لم يعلم أنه كذب لم يجز أن يحتج به. كيف وقد علم أنه كذب؟ يقول لم يصح أن يحتج به حتى يثبت صدقه، فإن الاستدلال بما لا تعلم صحته لا تجوز، لا يجوز بالاتفاق، فإنه قول بلا علم وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع. يقول من ضعف الحديث ده هو ضعيف. بعضهم بيقول موضوع، وهذا كلام قال ابن كثير، وقد قال إن لهذا الحديث شواهد تقتضي صحته. من أين يحكم على هذا الحديث؟ هذا كلام فعلا، هذا حديث ضعيف فقط وله شواهد تقتضي الصحة، ضعيفة. يقول الوجه الثاني أن مثل هذا اللي هو الأثر بتاع أن الأنبياء قالوا والولاية لعلي، أن مثل هذا مما اتفق أهل العلم على أنه كذب موضوع. الوجه الثالث أن هذا مما يعلم، أن هذا مما يعلم من له علم ودين، أنه من الكذب الباطل الذي لا يصدق به من له عقل ودين، وإنما يختلق مثل هذا أهل الوقاحة والجراءة في الكذب. فإن الرسل صلوات الله عليهم كيف يسألون عما لا يدخل في أصل الإيمان؟ وقد أجمع المسلمون. والآية المهمة أنها إيه؟ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يبقى السؤال إيه؟ محدد، وليس أنهم يسألوا على ولاية علي. قد أجمع المسلمون على أن الرجل لو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأطاعه ومات في حياته قبل أن يعلم أن الله خلق أبا بكر وعمر وعثمان وعليا لم يضره ذلك شيئا. يعني واحد في قبيلة بعيدة سمع خبر الرسول صلى الله عليه وسلم آمن به وأطاعه فيما بلغ وصلى وصام وما يعرفش أسماء الصحابة، هو ده مش موجود لغاية النهاردة؟ يعني إن في ناس ما تعرفش أبو بكر وعمر وعثمان وعلي،
ولا يعرف عنهم أساميهم ولا يعرف عنهم حاجة. طب هذا الأمر بإجماعنا وإجماعهم هم كمان الرافضة، إنه لو مات في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل ده كامل الإيمان، إنه هو مات في حياة الرسول ولم يعرف من الخليفة بعده، إن الرسول ما قالش في حياته من الخليفة بعده. يقول لم يضره ذلك شيئا ولم يمنعه ذلك من دخول الجنة. فإذا كان هذا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال إن الأنبياء يجب عليهم الإيمان بواحد من الصحابة؟ هذا الكلام من أسمج الكذب وأبطل الباطل. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.